بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، اخباركم ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير من اخر مره سبتكم فيها، ويا رب دايما تكونوا مبسوطين وسعداء. النهارده هنعمل مع بعض صينيه الفراخ، البطاطس بالفراخ ورز معمر وبتنجان مخلل، وزي ما انتم شايفينه كده شكلهم يفتح النفس، وفعلا طعم البطاطس تحفه. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا ان شاء الله. اول حاجه هنبدا مع بعض، هنحط الطاسه على النار اللي هنشتغل فيها او الصينيه، وننزل بشويه زيت وحته زبده، وطبعا انا غسله الفراخ ومنضفاها كويس جدا، ونقعها في ميه وملح وليمون وشويه دقيق كمان وشويه خل عشان تبقى نظيفه وما فيهاش اي زفاره، ونصفيها من كل حاجه. طبعا ما بوريكوش بقى التنظيف والحاجات دي لان كلكم عارفين ازاي بتتنضف الفراخ وكل حاجه. تمام، هنسيب بقى الزبده مع الزيت يسيحوا، بس انا لقيت الزبده هنا زياده فاخدت الحته منها هشيلها لانها طلعت زايده شويه. الفراخ معايا اتصفت خالص من ميتها، ومقطعه الفرخه انا على 8 قطع علشان تبقى بتستوي بسرعه ان شاء الله. زي ما احنا شايفين كده الزبده ساحت مع الزيت بتاعنا سخنت والطاسه سخنت، ودي الدرجه اللي انا عايزاها، لازم تكون الصينيه سخنه جدا. هننزل بقى بقطع الفراخ واحده واحده، ولازم نحطهم بعيد عن بعض، وزي ما اتفقنا ما بنقلبش فيهم غير لما نحس ان خلاص ان انا جيت اشيلها اتشالت بسهوله. لو جيتي تشيليها وما اتشالتش معاكي بسهوله تبقى الطاسه ما كانتش سخنه وهي لسه ما خدتش الصدمه جامد، فلازم نسيبها تاخد وقتها علشان لما اجي اقلبها ما تكونش لازقه معايا في قلب الصينيه. فهنحط كل واحده بعيد عن التانيه عشان ما يلزقوش في بعض، ونسيبهم تاخد درجة الحرارة القوية اللي احنا متفقين عليها عشان تاخد اللون اللي احنا عايزينه. الحركة بتاعت التحمير بتاعها دي في الاول بتديها طعم حلو جدا لما الفرخة بتستوي في الاخر، وفي نفس الوقت بتبقى طرية ومحتفظة بالطراوة بتاعت اللحمة بتاعتها، ما بتبقاش نزلت كل العصارة بتاعتها. الصدمة دي بتقفل كل السوائل جوه اللحمة او اللحمة او الفراخ. فشوفوا لما سبتها تاخد الدرجة بتاعتها قوية اتشالت معايا بسهولة، ما لزقتش في مكانها. لكن لو هي مثلا ودي طاسة ألمونيوم مش تفال ولا حاجة، لكن لو ما اديتيهاش الصدمة بتاعتها من الحرارة جامد هتلزق معاكي. هحطهم على جنب وانزل بالبصل. احنا واخدين بصلتين هنا مقطعينهم جوانح، ومقطعين شوية توم برضو قطع. يفضل في صينية البطاطس ان التوم يبقى قطع ما يبقاش مدقوق جامد عشان ما يتريش وطعمه يروح، كده بيبقى طعمه احلى والريحة بتاعته بتبقى اقوى كمان. هنشوحهم مع بعض في قلب الصينية ونوزعهم مع الفراخ عشان كل واحد الفراخ والبصل والتوم كلهم يطعموا الفرخة كويس وكلهم ياخدوا من طعم بعض. شايفين لون الفراخ بقى عامل ازاي كده؟ تحس ان هي كانها خلاص ايه مستويه كده، حبسنا السوائل بتاعتها جواها كلها ومفيش حاجه ولا نقطه ميه نزلت منها. ده دليل على انها لما تيجي تاكليها هتبقى مستويه كويس وطريه من جوه. هننزل بالطماطم، حوالي دول 5 طماطمات مقطعينهم مكعبات. انا بحبش اعملها بالصلصه كده بتبقى احسن وافتح، وفي نفس الوقت الطماطم بتديها كده طعم حلو قوي، غير لما تكون صلصه وتلاقيها كلها لونها غامق كده، لكن دي بتبقى لونها حلو. ان شاء الله تجربوها وهتشوفوها كويس كده. انا هقلبهم وهسيبهم مع بعض برضو زي ما نقول، نخلي الاطعمه اللي فيها تطلع، السخونه بتاعه النار بتطلع طعم الحاجه فيها، بس برضو مش هسويها جامد. هننزل بقى عليها بالتوابل بتاعتنا، الاساسي فيها الكمون والفلفل وشويه كزبره ناشفه، وطبعا ملح، وحابه تحطي مرق دجاج براحتك، ولازم نحط شوية حبهان أو سنة قرفة صغيرة عشان الفراخ. لو حابة تحطي زعتر مفيش مشكلة، ممكن تحطي عود روزماري برضو مفيش مشكلة، اللي هو أكليل الجبل. هنقلبهم مع بعض. في الوقت ده أنا حاطة جنبي الكاتل على النار بتغلي عشان أنزل عليها المية سخنة. اتفقنا أن الفراخ لما تكون على النار ما أزودهاش بمية باردة خالص، لا الفراخ ولا اللحمة ولا الكوارع، اي حاجه فيها لحوم لازم تزوديها بميه سخنه، ما تحطيش عليها ميه بارده خالص. هنحط الميه السخنه زي ما انتم شايفين، واسيبهم بقى يتقلبوا. هحط الملح وكل حاجه، ولو عايزه تحطي شطه بقى ممكن، عايزه تحطي قرن فلفل حامي او فلفل اخضر،
برضو دي حاجة ترجع لك حسب الذوق. انا بحب مع البطاطس ديت اقطع معاها جزر، بيبقى طعمهم حلو جدا، والجزر بيديها طعم جميل قوي. برضو هسيب بقى الفراخ تستوي خالص سوا كامل، ونبدأ نعمل الرز سوا. هنا الرز انا حاطه الحليب على النار، ومعايا هنا الزبده، وهحط عليها معلقتين زيت او معلقه زيت واحده زيت ذره، واحطهم على النار. انا كده مشغله عليهم النار بس مش على عالي قوي. طبعا بعد ما غسلت الرز وصفيته لازم اشوحه كويس مع السمنه والزيت، ما بحبش احطه على البارد، لان الرز المعمر لما يبقى داخل الفرن وهي صينيته سخنه وهو الرز نفسه سخن والحليب سخن والفرن انا مسخناه من الاول، على طول بياخد وش حلو، وتكوني مشغلة النار من فوق ومن تحت الشواية والفرن، بياخد وش كويس قوي من فوق وما يخليش الرز ينشف معاكي. هفضل اقلب فيه لحد ما الاقي المية اللي كانت في الرز اختفت خالص، وان احس ان الرز بدأ يلزق في القاع. يبقى انا كده خلاص طلعت منه كل السوائل اللي كانت فيه وفلفلته كويس مع الزيت والزبدة. الخطوة دي بتخلي الرز يطلع معاكي متشرب كويس الزبدة، وفي نفس الوقت بيبقى مفلفل وحلو مع اللبن كمان، هيبقى على النار سخن هو كمان. شايفين الزبدة بدأت تسيح اهي معاها، وما حطهاش برضو الزبدة تبقى سايلة او متسيحة من برا، لا لما بتبقى كده جامدة بتبقى افضل عشان تاخد وقتها مع الرز. خلاص كده تمام اهو، شوفوا بدأت معايا خلاص اهي هنا تلزق شوية في القاع. خلاص اللبن كده انا جاهز معايا، اجيبه من على العين التانية وهو سخن برضو مش بارد، وانزل بيها على اللبن. ولازم احط معاه شوية مية، نص كوباية مية على الاقل، ما يبقاش كله لبن. ليه؟ لان انت لما بتدخليه في الفرن النار بتشتغل على السوائل، فالكوبايه الميه اللي هتحطيها هتخلي الرز مفلفل، وفي نفس الوقت مش هتخليه ينشف، لان لو حطيتي لبن بس هتلاقي اللبن اتشرب على طول في قلب الرز، وممكن يبقى معجن معاكي او يبقى ناشف ما يبقاش طري كويس. خلاص كده هو تمام كده معايا. طبعا انا في القلب اللبن مملحاه ومظبطاه عشان ما اقعدش اقلب بقى فيه كتير، فهو كده ملحه موجود تمام فيه وكل حاجة، ودقيقة قبل ما احط عليه يعني، وهو على النار الحليب انا حاطه فيه الملح بتاعه. هنحط بقى شوية قشطة على الوش عشان الوش بتاعنا نفرقها فيها كده في كل حتة. والفرن طبعا قايله لكم ان هو سخن معايا مسخناه، مشتغل من قبل ما ابدأ، ادخله على طول في الفرن بعد ما الاقي القشطة دابت على الوش، واسيبه بقى يستوي على نار هادية جوه الفرن. مجرد افتح عليه بعد شويه، اول ما الاقي الوش عمل من فوق من على السطح اقفل عليها من فوق واسيبه يستوي. هنا الصينيه معايا انا حطيت فيها، انا شلت الفراخ حطيتها في حله عشان اقفل عليها تستوي كويس، وهنا البطاطس انا مقشراها وحطيت معاها جزرتين. نرص الفراخ بقى، هي كده الفراخ مستويه يعني، مش ان هي 3 ارباع سلقه، هي مستويه سوا كامل. هرصها في الصينية وانزل عليها بقية الصوص اللي استوى فيها، وادخلها تاني في الفرن جنب الرز المعمر. ان شاء الله تجربوها بالطريقة دي والله هتعجبكم جدا. وانا حطيت قرن فلفل زي ما قلتلكوا فيها عشان تبقى حامية شوية. كده خلاص انزل بالصوص عليها وظبط بقى البصل مع الطماطم على الوش، الصينية كلها وزعها عليها كلها بالتساوي. واذا كنت محتاجة، اذا انت بتحبي فيها صوص كتير، لو محتاجة شوية مية زوديها لها، او لو عندك شوربة وحابة تحطي زيادة شوربة مفيش مشكلة. واحطها بقى على طول في الفرن. في الوقت ده انا خلاص كنت حمرت البتنجان وخللته، وخلصنا كده الوصفة معانا بالظبط زي ما انتوا شايفينها. طبعا بتنجان مخلل كلنا عارفينه، الثوم والفلفل والكمون والشطة، وتخليلي البتنجان وهو سخن عشان يتشرب الملح والتوابل بتاعتها. وان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وما تنسوش السبسكرايب واللايك، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. مع السلامة.